اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. بما ان يعني خلاص كريم بنزيما راح اتحاد جده، فحابين يعني نقول الف مبروك لكل جمهور الاتحاد وصول ابو ابراهيم ليهم. خلاص مش عارف بيقولوا تكلفه الصفقه مكلفها 200 مليون يورو على مدار موسمين، يعني بصراحه مش عارف الارقام مبالغ فيها ولا لا، بس يعني جايب لك كده شويه احصائيات ممكن تقول الارقام ديت عاديه جدا بالنسبه لابو ابراهيم. كريم بنزيما طبعا يا جماعه كلنا عارفين واحد من اعظم المهاجمين اللي جم في تاريخ اللعبه، ويكفي بس ان هو اصلا لبس تيشيرت ريال مدريد، يعني مش محتاجين نتكلم عليه كتير. كريم بنزيما لعب مع ريال مدريد 647 ماتش، مسجل معاهم 353 جول، يعني بصراحه برده رقم كبير جدا، وكمان صانع 165 هدف، اصلا رقم فلكي. والعلم يعني يا جماعه كريم بنزيما هو اكتر لاعب صانع اهداف في تاريخ ريال مدريد، والعلم برده يا جماعه كريم بنزيما تاني اكتر لاعب جايب اهداف برده لريال مدريد. طبعا برده مش محتاج اقول لك ان هو حاصل على 5 دوري ابطال اوروبا و4 دوري اسباني، ده غير يعني البالون دور. انت متخيل يعني جايب واحد مع الاحصائيات دي كلها؟ يعني بصراحه ابو ابراهيم يستحق. فانا بقى حلقه النهارده كده جايبين افضل اهداف كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد، هتشوف فيها شويه اهداف عالميه بجد. فانا بقى نتفرج على الفيديو مع بعضينا، استنى نبتدي نعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر لي زر اللايك في السريع. طب لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا. يلا عم تعال نشوف كريم بنزيما مع الريال، وطبعا اجمل اهداف لكريم مع ريال مدريد. هتشوف شويه اهداف تاريخيه بجد، كلنا يعني مش محتاجين نتكلم. ابو ابراهيم يا جماعه طبعا بقى تنزل تعمل لايك سبسكرايب شير، روق علينا. طبعا اول جول في تشيلسي في دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت، يمكن تقريبا احسن بطوله شفتها في تاريخ ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا بامانه، بطوله مش هتتنسي. لا 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 بس جايب الكرة ازاي اصلا؟ جايبها بطريقة غريبة. هنا قدام مسعود وزين. لا 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 من لمسة، هو مهاجم عالمي، هو بجد مهاجم عالمي فعلا. دي في نص نهائي دوري ابطال اوروبا قدام السيتي والريال خسران 4-2 ضرب الجزاء في دقيقة حاجة و90 وبيعمل بانينكا، انت متخيل؟ بنزيما يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عاقل. لا 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 عاقل عاقل كريم كريم، الله يكرمك يا كريم. يا ولد لا 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 شغال بزحف الناس بيزحف الناس يا عيني على الجملة يا عيني على البي بي سي يا جماعة، أيام البي بي سي. رونالدو بيل بنزيما. يا أليسون يا أليسون يا أليسون بتعمل إيه يا أليسون؟ بقول لك هتشوف شوية جوان عالمية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الفينش يا ولد على الفينش. لا فينشر عالمي بجد، حرفيا من احسن المهاجمين اللي شفتهم في تاريخ اللعبه، بيعمل كل حاجه في الكوره. اوه ايه دي ايه دي؟ الحق غريب قوي، بص السويرف اصلا، بص الكوره رفعت ازاي. قدام برشلونه قدام برشلونه. اوه باكورد ده جميل قوي بصراحه، بصراحه فيديو جميل. اوف 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 يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا لا جون غريب ده، تصدق هنا برضو قدام تشيلسي. بص الكنترول وبص الفينش فين، في ثانيه الا ثانيه. انا عايز اعرف السورف دي بتحصل ازاي كده، ما انا مش قادر افهم ازاي بتحصل كده. لا 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 جماعه رونالدو بنزيما بيل بي بي سي كانوا عالميين بجد بجد، كانوا تاريخيين. بنزيما استلام بدوران بفينش. يا ابن اللعيبه عجون يا ابن اللعيبه عجون.
يا كريم، الجون ده جميل قوي برضه بصراحه، جون جميل قوي 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 بجد. اوه ايه ده ايه ده، الحق الجون ده. لا لا ده جون غريب قوي ده، يا عيني يا عيني يا عيني، قدام ليفربول برضه تصدق في الانفيلد برضه. يا جماعه، مهاجم التارجت، مهاجم رقم 9 هو اللي بيجيب الاجوان دي. هداف هداف. مع على فكره كريم بنزيما لعيب ذكي جدا، ذكي جدا بجد، ذكي في وضعيات جسمه، في طريقه التسديد بتاعته، الذكاء في التحرك من غير كوره. وكلنا شفنا ده اصلا كده كده ايام رونالدو، شفنا كريم بنزيما كان بيعمل ايه اصلا مع رونالدو بالذات. لا 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 لا، ده لافف 180 درجه، لافف 180 درجه عشان يجيب جون زي ده. لا 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 لا، الفيديو عالمي بجد. لا لا بجد الفيديو عالمي. هنا قدام برشلونه بص الكنترول، وبص الفينش كنترول، من كره ما عملتش اصلا باند على الارض، كره دوبك لسه على فخدته وجون. مفيش هنا برضو كنترول بدوران والفينش. لا لا الفيديو جامد بامان، بيقول في شويه جوان عالميه يعني. دي ماريا زي ما بيلف الدوران بتاعه ده غريب، ما تفهمش ما تفهمش بجد. الونسو يا عيني، يا الونسو يا عيني، يا تشابي الونسو يا عيني، يا ابو ابراهيم على الفينش. ايام تشابي الونسو بصراحه كان لعيب محترم، بحبه جدا بصراحه. فدي صعبة، ما يعملهاش غير بجد مهاجم عالمي بحجم كريم بنزيما. بنزيما بنزيما، عايزين ان شاء الله يا جماعة نعمل كده مقارنة ما بين ابو ابراهيم ما بين ليفاندوسكي، نشوف مين افضل. بص تشابي الونسو يا جماعة كان ملك، كان ملك في اللونج باص بتاعه، كان استاذ ورئيس قسم في اللونج باص. كريم كريم كريم، اوه عدى كريم، عدى كريم. ده اللي غريب قوي بجد، ده اللي غريب قوي بجد يا جماعه. هنا كنترول على الطاير فريست تايم بشماله، بوم. بص ايه ده، يا ريكاردو يا كاكا، روع الجون يا جماعه. الله اكبر عليه بجد، الله اكبر على ابو ابراهيم بجد. برضه الجون ده غريب قوي يعني، برجليه العكسيه في السيتي، برجليه الشمال ما يعملهاش برضه غير كريم بنزيما. هو قصد يعمل الكنترول ده؟ انا مش عارف بصراحه، بس انا حاسس ان هو يقصد. هنا قدام برشلونه بكعب رجليه. لا بصراحة جون عالمي، وقدام تير شتيجن، وقدام برشلونة. خلص الفيديو يا جماعة، بس لو عجبك الفيديو مش هتعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك أي فيديو جديد. أشوفك الحلقة الجاية، السلام عليكم.